الفريق النادي الاهلي. سامع عاشور فاكر انا اول مره يتقلد فيها شاره النادي الاهلي كان في مباراه الشرطه سنه 2010، كنت انا موجود كابتن الفريق وكنت خارج وهو حسام عاشور نازل وخد شاره الكابتنه، وكانت هي دي بدايه حسام عاشور في انه يكون كابتن للنادي الاهلي، وما شاء الله قايم بدوره على اكمل وجه. بنبارك لنجمنا كابتن حسام عاشور. ازيك كابتن حسام؟ ازيك كابتن حسام، برحب بيك طبعا وبمشاهدينك وشاكر على المقدمه دي كتير عليا والله بجد. لا والله انت فعلا تستحقها مسمار، وبنبارك لك طبعا على الدوري رقم 41 ورقم 12 بالنسبه لحسام عاشور. انت يعني ما شاء الله حسام عاشور 12 لقب دوري، شايف الانجاز ده ازاي حسام عاشور؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل ما يكون انجاز لحسام عاشور هو انجاز للنادي الاهلي. قبل ما اتكلم على الدوري ال 12 ليا هقول طبعا مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والاداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجهاز النادي الاهلي وكل من ساند لو بفوز ومنظومه النادي الاهلي. طبعا بقول لهم مبروك، سنه كامله يعني اطول دوري في تاريخ البشريه زي ما بيقول، يعني 12 شهر بنلعب دوري بس الحمد لله كان دوري صعب، دوري صعب جدا، دوري كان مهم بالنسبه لنا جدا ومهم للناس اللي كانت بتشكك في قدرات النادي الاهلي وفي لعيبه النادي الاهلي وفي اداره النادي الاهلي وفي جمهور النادي الاهلي. لا يا جماعه الحمد لله النادي الاهلي كبير بمنظومته وبرجالته، والحمد لله قدرنا ان احنا ناخد الدوري ده مع صعوبته ومع التحديات اللي احنا واجهناها مع كل الحاجات السلبيه اللي كانت بتتقال علينا، الحمد لله قدرنا ان احنا ناخد الدوري ده ودوري مهم جدا بالنسبه لنا. طبعا حسام عاشور بكى بعد مباراة الأهلي والمقاولين، سبب البكاء عاشور؟ سبب البكاء لا، الناس اللي كانت بتشكك الفرحة ولا الناس اللي بتشكك والنادي الأهلي حسم ولا إيه؟ طبعا فرحة، يعني احنا يعني احنا اتعلمنا في النادي الأهلي سبب الناشئين اللي احنا ما توقفش عند طموح معين، يعني لا الحمد لله قدرنا ان احنا ناخد بطولة الدوري، قدرنا ان احنا الناس اللي كانت بتشكك في النادي الاهلي قدرنا ان احنا نقول لها لا النادي الاهلي موجود ورجاله النادي الاهلي موجوده، والناس اللي كانت بتقول النادي الاهلي في منطقه دافئه والنادي الاهلي كان المركز السادس ساعتها، فبنقول لها يا جماعه النادي الاهلي اكبر من كده بكتير، المفروض تتكلموا على النادي الاهلي باحترام والمفروض يعني تضربوا تعظيم سلام اللي هيتكلم على النادي الاهلي يضرب تعظيم سلام قبل ما يتكلم عليه. تمام، فده اللي زعلني وده اللي ضايقني ومن الفرحه طبعا. تمام، مريتوا بظروف صعبه جدا السنه ده كابتن حسام، اصابات كتير على مدار السنه وده ناتج جدول المسابقه كان مضغوط جدا، كنتوا في وقت من الاوقات تلعبوا كل 48 ساعه سفر ترجع تلعب فحصل اصابات كتير، لكن اللعيبه ما شاء الله كانت على قدر المسؤوليه. شفت الاصابات الكتير ازاي ده على مدار النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي كان ليه الكلمه العليا في النهايه. والناس يا كابتن اسامه ما كانتش عارفه، يعني ما كانتش حاسه بالضغوطات اللي احنا بنتعرض لها او الحاجات السلبيه اللي كنا بنتعرضها من نقد مش هقول من الاعلام كله، مع فئه معينه من الاعلام كانوا عمالين ينقروا فينا، بس احنا الحمد لله اللعيبه الكبار كان ليها دور ودور مميز جدا مع كابتن سيد خفيف طبعا مع الجهاز، كانوا بيقولوا لنا لا يا جماعه ما تسمعوش الناس دي عايزه توقعنا، واحنا دورنا انا دوري ككابتن فريق ودور الناس الكبار احنا طول ما احنا متكاتفين وطول ما احنا متماسكين مع بعض وما بنسمعش الناس اللي بره محدش هيقدر يدخل جوانا ولا يعمل وقعه طبعا بينا. فبقول الحمد لله الدوري كان صعب والحمد لله قدرنا، وانا اقول حاجه يعني كابتن الخطيب على طول بيقولها لنا ماليش دعوه السوشيال ميديا. تمام، السوشيال ميديا دي عايزه توقعك، هي عايزه توقعك، وقبل الماتش بيوم كان بيقول لنا كده، جه اجتمع معانا طبعا كابتن الخطيب وقال لنا مالكوش دعوه بالسوشيال ميديا، السوشيال ميديا دي زي ما فيها الكويس فيها الوحش، فانت اهم حاجه يعني ما يبقاش 100% دماغك كلها مع السوشيال ميديا، لا يبقى في جزء منها ماشي مع السوشيال ميديا مع الاجابات اللي تتكتب ماليش دعوه بيك خالص، ولا تسمع للناس اللي هي اللي عايزه توقع بينك وبين جمهورك او بينك وبين ادارتك او بين اللعيب واللعيب، فدي طبعا لا. تمام، حسام عاشور 12 لقب دوري، ايه الدوري الاغلى في ال 12؟ هو ده الدوري رقم 41. هو ده الصراحه، عشان التحديات اللي انا قلت لك عليها والله يا كابتن حسام احنا تعبنا، يعني 12 شهر الناس مسكنه يعني فارم زي ما بيقولوا. طيب واحنا لا يا جماعه احنا هناخد الدوري وانتوا تستحقوا فعلا كابتن حسام. الناس اللي كانت بتشكك فينا يقول لك النادي الاهلي الحمد لله مش هينزل. يا جماعه انتوا بتستهبلوا، النادي ايه اللي مش هينزل؟ طب الناس دي فين دلوقتي؟ انا قلتها يعني من يومين، فين الناس دي دلوقتي؟ انا عايزها، ومحدش طلع منهم، يعني المشكله محدش طلع منهم يتكلم ولا حد هيطلع دلوقتي خالص ولا اي حد هيطلع يتكلم.
دلوقتي كابتن حسام، وانت يعني كابتن فريق النادي الاهلي، بعد ما حسبنا لقب الدوري امام المقاولين العرب، عندنا مباراه مهمه جدا امام الزمالك. يعني الاجواء داخل المعسكر بقى واللعيبه، يعني اخر استعدادات لمباراه الزمالك. بص يا كابتن اسامه، يعني احنا فرحنا يوم الماتش، يوم ماتش المقاولين، وفرحنا امبارح، ومن النهارده يعني هي دي اخر مداخله طبعا هتبقى معاك. خلاص الناس كلها بقى، خلاص احنا فرحنا اليومين اللي فاتوا، عندنا زي ما بيقولوا بطوله خاصه، الناس كلها مركزه. قفلته يعني خلاص؟ الناس كلها مركزه، الناس كلها عايزه تختم ان شاء الله بطوله الدوري بمكسب، وعلى طول ماتشات الاهلي والزمالك، يعني حتى لو احنا فارقين بالمستوى قوي دي ما لهاش توقعات، والعكس طبعا لو الزمالك هو اللي كويس وفارق عننا ما فيهاش توقعات. فطبعا لا، الناس كلها مركزه، النهارده هنعمل الاجتماع ان شاء الله مع الفرقه، والناس كلها تبقى مركزه، الناس كلها اي حد يلعب هنشيل المسؤوليه ان شاء الله، ويبقى قد المباراه ان شاء الله، وده اللي احنا اتعودنا عليه طبعا. احنا لعيبه النادي الاهلي بتقدر، او جهاز النادي الاهلي بيقدر يوصل اللعيبه اللي هي ازاي تفصل، واللعيبه نفسها بتقدر تفصل بين الفرحه الشديده وخلاص الناس فرحت، لا خلاص نهدى بقى والدنيا تبقى تمام، وان شاء الله الناس كلها مركزه في ان شاء الله. كابتن حسام الف مبروك على الدوري رقم 41، وكل التوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه امام الزمالك، ودي مباراه وبطوله